ربما يبدو المشهد غير مألوف بالنسبة لنا، حيوان مفترس وشديد الخطورة يعيش وسط أفراد العائلة، لكنه مشهد ألفه سكان هذه القرى النوبية في أسوان منذ عهد الفراعنة وإلى الآن. يتحصل أبناء قرية غرب سهيل على التماسيح عبر الصيادين وبطريقة لا تخلو من الخطورة ولا من الخروج على القانون أحياناً. التمساح بيعمل في مكان بتاعه المخصص، بيعمل بيت في مكان رملي، ما في بيت ليه هو مختاره بطريقته، وطبعا بيكون الصياد اللي هو عايز يعمل كده بيقعد يترقب اول ما يمشي التمساح ويبعد، واحد يحرسه الثاني يخش يتلافت شوية البيض دول ويحضنهم بعيد في مكان يبعد عن التمساح خالص، لانه لو هيدور على البيض بتاعه ده وممكن ينتقم، فبيحضنهم لحد ما يفقسوا، بتبقى يعني بتاع 25 سنتي لما تتفقسوا كده، وبيخليها اسبوع 10 ايام ويبيعها بالسر في الخفا. ولكن ما الذي يدفع بالنوبي لاقتناء تمساح في بيته؟ الإجابة لها علاقة بالسياحة والتجارة والعادات والتقاليد، كما يشرح لنا أهل النوبة الذين رحبوا بنا في بيوتهم في وقت قل فيه السائحون بسبب انتشار جائحة الكورونا بدءا من فبراير 2020. جميع أبناء النوبة عايشين على النيل، فطبعا بيطلوا على النيل ففيه تمساح، فأنت متواجد مع التمساح بطبيعة بتشوفه بقى الحياة الطبيعية، وانت بينك في ألفة بينك وبين التمساح، تشوف الصبح مثلا في جزر اللي قدام منك شايف التمساح أكل مثلا معزة فلان، خروف فلان مثلا، خوف العيال هم بيعوموا. يتولى بعض الصيادين في بحيرة ناصر عملية توريد التماسيح الصغيرة لأهل القرية، ومنهم من يجمع بيض التماسيح في شهور الصيف وينتظر حتى الفقس، ومنهم من يصطاد الصغار. المخاطرة المتمثلة في مواجهة تماسيح تحرس بيضها، والمخاطرة في تفادي الملاحقة الأمنية، بالإضافة إلى الطلب على التماسيح من أهل القرية، كل هذا جعل لها سعراً مرتفعاً. يعني احنا في بداية السياحة هنا في القرية كنا بنجيبها ببلاش التمساح الصغير ده، دلوقتي بيتباع يعني أقل حاجة 200 و 270 جنيه التمساح الصغير، لكن الكبير ده غالي شوية. صغير خالص فكشة السنة ده أول ما يجيب لك 200 جنيه 150 200 جنيه 250، يعني هو اللي بيحط السعر لأنه فيش سعر محدد يعني. حاولنا الخروج مع صيادين لتصويرهم أثناء جمع بيض التماسيح خلف السد العالي، ولكن استحال هذا الأمر لسببين. أولهما كون بحيرة ناصر منطقة استراتيجية تشرف عليها القوات المسلحة، وتعذر استصدار تصريح منها في هذا التوقيت الذي يتسم بتوترات حول سد النهضة والمفاوضات مع إثيوبيا وإيراد ومنسوب نهر النيل وغيرها. وثانيهما هو منع الرحلات السياحية والترفيهية بسبب توقف النشاط السياحي بأكمله في بحيرة ناصر نظراً لظروف الكورونا، فحتى المراكب النيلية لم يكن مسموح لها بالإبحار، ولم يكن هناك زبائن موجودون من الأساس. كيف يتم اصطياد التماسيح إذن؟ الإجابة لدى نقيب الصيادين. بتعمل الطعم وبيتربط في بيقعد في المكان اللي هو فيه، بيتربط مثلاً على بعد متر متر ونص، خيط متر متر ونص، وتربط في جيركن العشرين كيلو ده اللي هو بتاع الزيت، الطرف في الجيركن والطرف التاني في الصنارة، فبالتالي لما السمكة حية وبتكذا ويأكلها التمساح ويتشك بالصنارة بيبتدي يدوس محاش يقدر الجيركن ده ما يخلصش، ممكن يخلص في المية شوية ويطلع تاني، فهو يقعد يجري بيه يجري بيه كأن حد فوق منه، فهو بيجري خوفا من مين اللي دايس عليه فوق ده، هو ما يقدرش يميز ده جركن ولا ده حد، في الحد ما يتعب ويوقف، وبعد ما يتعب ويوقف بيروح يتعامل مع الصياد بطريقته المسلمة.
إلا أن التجارة لا تتوقف عند حدود مدينة أسوان، فهناك من هواة الاقتناء من يحب التميز حتى لو جاء ذلك من خلال تربية حيوانات مفترسة وغير تقليدية مثل التماسيح. خلال السنين اللي فاتت حصلت يعني أكتر من ضبطية، يعني إن مثلاً ناس اتمسكت سواء جلود تماسيح أو ناس اتمسكت بتماسيح حية، وزي ما قلنا إن ده قانوناً مجرم، وبالتالي اللي بيتمسك يعني بيتعمل له محضر وغرامة طبقاً للقانون يعني. لكن طبعاً في ناس كتير ما بتتمسكش وبيكمل الموضوع للآخر. فطبعاً يعني الاتجار في التماسيح مش واقف في أسوان، يعني هو بيطلع من أسوان بقى بينتشر في الجمهورية كلها. الجلود هي أول ما يأتي على خاطر من يفكر في الاستفادة من التماسيح، ولكن مع تقدم صناعة الجلود الصناعية وخاصة في دول آسيا، هناك من يتداولون أفكاراً أخرى، بعضها يقع في إطار الحقيقة والبعض الآخر في إطار الخرافة. هو جلد التمساح غالي، أولاً بيتباع بالدولار، بيتباع بالدولار في الناس التجار على ما نسمع يعني، إنما هنا بيتباع بسعر غالي، يعني ممكن مثلاً التمساح، ويقال ده حديث بنسمعها، إن ممكن التمساح المترين هو بيتاخد بطنه فقط. بعض السائحين لهم طلبات غريبة، والعهدة على روايات أهل قرية غرب سهيل، وخاصة تلك الجنسيات التي لديها معتقدات خاصة لناحية تأثير التمساح على الصحة والقوة. عرض علي إن أنا أذبح لهم التمساح الكبير، والمرشد قال لي ممكن تذبح ده وأبيع لك، ممكن تعمل سندوتشات وممكن عادي يعني، ما في أي مشكلة. الأجانب بياكلوا، كل الأجانب. لو الجو حر مثلا، حر خالص مثلا، ياكلوا كل يوم. لو الجو زي ما انت شايف مثلا هواء وبتاع، الجو حلو، ما بياكلوش كتير يعني، الاغلبيه بياكلوا مثلا يوم بعد يوم يعني، بالطريقه دي بياكلوا. وبتوفر له اكل ازاي؟ والله انا في اللي بشتري مثلا من الصيادين او بصطاد مثلا، اخويا اصلا صياد معاه مراكب وكده وشبك وبتاع. هو الكبير اللي عندي دلوقتي بياكل في حدود كيلو كيلو وربع في الصيف يوم بعد يوم. في الشتاء ممكن ياكل في اسبوع مرتين ثلاثه كده يعني، مرتين، اما في الصيف يوم بعد يوم بياكل على طول. هذا المعدل يلقي ضوءا جديدا على صوره ذهنيه خاطئه حول وجود التماسيح في بحيره ناصر جنوب السد العالي وتكاثرها وتاثيرها السلبي على الثروه السمكيه، الامر الذي جعل اصواتا تعلو في السنوات الاخيره داعيه الى صيد هذه المخلوقات من البحيره. طبعا لما درسنا كمان موضوع العلاقه مع الثروه السمكيه، لقينا ان الموضوع يعني ابعد ما يكون ان التماسيح هي اللي بتاثر على الثروه السمكيه، وان في اسباب اخرى لموضوع تدهور الثروه السمكيه. عرفنا اصلا دور التماسيح واهميه وجودها في بحيره ناصر، وان هي بتلعب الدور بتاع يعني المنظم للكائنات اللي موجوده في بحيره ناصر، وبالتالي عدم تواجد التماسيح في بحيره ناصر ممكن بالعكس ياثر على الثروه السمكيه بالسلب.